السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم فورتنايت بالعربي، والنهارده هنتكلم عن التحدي ده. التحدي ده ببساطة ان انت تساعد الفريق بتاعك في قتل الناس. طب تعمله ازاي؟ زي ما انا عملت دلوقتي كده، انا يدوبك ضربته ضربتين وما قتلتوش، انا سبته التيم بتاعي هو اللي يقتلي. انا كنت اقدر اقتله على فكرة بسهولة جدا، بس انا سبته لان التيم بتاعي هو اللي لازم يخلص عليه عشان يتحسب لي. خد بالك ان التيم بتاعك غالبا لازم يكونوا اللي معاك في البارتي، مش اي حد وخلاص. انا مش متأكد هل هينفع يشتغل مع الناس اللي بره البارتي ولا لا، بس اعتقد يعني الافضل انك خليك في الافضل، وهات حد من اصدقائك يلعب معاك التحدي ده. التحدي ده ممكن تعمله في تيم رامبل، او تعمله في سكواد او سولو او اي حاجة براحتك. طبعا سوري، قصدي سكواد او ديو، اما سولو ما ينفعش طبعا. يعني ينفع تعمله في اي حاجة الا السولو، لانك لازم تساعد صاحبك في القتل. زي ما انتم شايفين اهو، انا ضربته ضربتين وصاحبي ضربه ضربتين. كده يبقى ده التحدي بتاع النهارده، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد في قناتكم فورتنايت بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.